وهذه سيدة أرسلت إلينا تقول: أنا حامل في شهري الخامس وينزل علي بعض الدماء، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل لأحافظ على طهارتي؟ اختلف العلماء في الدم الذي ينزل من الحامل، هل هو دم حيض أو لا؟ فرأى أبو حنيفة ومن قبله عطاء والشعبي أنه ليس حيضا ولا يأخذ حكمه، لقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، على معنى أن الغيض هو انقطاع دم الحيض أثناء الحمل، والازدياد هو دم النفاس بعد الوضع، وهو رأي الإمام أحمد أيضا. ورأى مالك والشافعي في أحد قوليه أن الحامل تحيض، وهو تأويل ابن عباس للآية بأنه حيض الحبالة، وكذلك روى عكرمة ومجاهد، وهو قول عائشة، وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة، والصحابة إذ ذاك متوافرون ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع كما قاله ابن القصار. وذكر القرطبي في تفسيره حادثة أيام عمر استدل بها على أن الحامل تحيض، ثم قال: احتج المخالف وهو أبو حنيفة ومن معه بأن قال: لو كان الحامل تحيض وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض، وهو إجماع، وروي عن مالك ما يقتضي أنه ليس بحيض. هذا هو الحكم الشرعي في رأي الفقهاء في الدم الذي ينزل على الحامل، هل هو حيض أو لا؟ ولعل الطب له كلام في هذا الموضوع يمكن به التمييز بين دم الحيض والنزيف. بناء على ما قيل إن دم الحيض إعداد للرحم لاستقبال البويضة الملقحة، فإن استقرت فيه يقال لا توجد فرصة لاستقبال بويضة أخرى ليوجد حملان في الرحم بينهما مدة، ولو وجدت بويضتان معا كان الحمل توأما، فهل يمكن أن تحل بالرحم بويضة ثم بعد فترة تحل بويضة أخرى فيكون هناك حملان أحدهما قبل الآخر وقد يولدان معا أو يوجد فاصل بينهما في الوضع؟ لعل هناك جوابا يوضح ذلك عند المختصين. لكن جاء في كتاب المغني لابن قدامة أن الحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ورأي جمهور التابعين. وقال مالك والشافعي: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل. واستدل لمذهب أحمد بالحديث: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي غير حامل حتى تستبرأ بحيضة، موجها ذلك بأن وجود الحيض علامة على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع مع الحمل، وقال: إن الحامل لا يعتادها الحيض غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، وحمل رأي عائشة في أنه حيض على ما تراه الحامل من الدم قريبا من ولادتها، فهو نفاس لا تصلي فيه. ورأيي أن مذهب أبي حنيفة وأحمد أيسر في التطبيق،
فلا يعد دم الحامل حيضا إلا ما يرى قبيل الولادة فيكون نفاسا لا تصلي ولا تصوم فيه. ولا يجب التعصب لرأي في الفروع، ودين الله يسر. والله أعلم.